يوم بعد العمل الإرهابي الجبان الذي استهدف شريانا اقتصاديا حيويا لبلادنا وهو السياحة، بادرت الجماهير الرياضية التونسية بتلقائيتها إلى تحدي مريد السوء لوطننا المفدى عبر حضورها المكثف على مدارج القاعة الرياضية بالحمامات مواكبة للدورة الدولية الرباعية لكرة اليد بمشاركة منتخبات روسيا بيلاروسيا والبرازيل بالإضافة إلى منتخب بلادنا. جايل وجوستين سائحتان فرنسيتان شاءت الأقدار أن تعاين ذلك المشهد الشنيع الذي أقدم فيه شاب في مقتبل عمره على تفجير نفسه بالمنطقة السياحية بسوسة غير بعيد عن فضاء الدورة. كانت من بين الحضور من السياح الذين واكبوا فعاليات الدورة ترويان قصة التحدي. En fait, on a entendu une détonation. On était au restaurant, nous. كنا في المطعم وإذا بنا نسمع صوت انفجار في النزل. En fait, beaucoup de gens ont paniqué à l'intérieur. هناك عديد الأشخاص أصابهم الذعر داخل النزل ومنعنا من الخروج. أعوان الأمن كانوا موجودين لتوفير الحماية لنا، والشرطة أيضا أتت إلى النزل وكل السياح كانوا مؤمنين. كنت معها في المطعم وقت الانفجار. كنا مذعورين وكان الأمن حاضرا وقام بواجبه، وها نحن هنا وسنكمل عطلتنا إلى الآخر. فضلنا الابتعاد قليلا عن النزل لأننا نحن في عطلة ولسنا في بلدنا ولا يمكن البقاء في نفس المكان. فضلنا الذهاب إلى مكان آخر لنكمل عطلتنا هنا بالحمامات. كنا خائفين لأن صوت الانفجار كان قويا، لكن العاملين في النزل قاموا باللازم للحفاظ على السياح وقد وضعوا على ذمتنا خلية انصات نفسية، وكان لنا مكالمة هاتفية مجانية مع أهالينا لأنه وقع بث الخبر في وسائل الإعلام وكانت عائلتنا خائفة علينا. إنه الأمن الذي جعلنا نبقى هنا ولم يصبنا شيء، هذا هو المهم. نعم، قررنا البقاء في تونس واستكمال العطلة. الشباب الرياضي التونسي عبر عن رفضه كل أشكال العنف والتشدد والإرهاب. رسالة الرياضيين التونسيين أكدت أن الرياضة مجال للتقارب والتواصل والتحابب بين الشعوب. العوام القادمين نقوموا يعني بجهد كبير ياسر، الحمد لله ما فماش أضرار وبالعمل هذه يعني التوريزم مش باش يقدم، وفما برشا عباد تعيش بالتوريزم، قولوا الله يهديهم. ان شاء الله يا خويا تقعد تونس ديما لاباس، وان شاء الله ديما في امان وستر ربي. تحيه تونس. تحيه تونس. تحيه تونس. تحيه تونس.